ليك ليك، وين؟ أين أنت ذاهبة؟ أنا ذاهبة إلى السوق لأشتري بعض اللحم من عندي. أتقصدين الجزار؟ نعم، الجزار، ولأشتري بعض الخبز من عندي. يسمى الخباز. الخباز. وسأشتري 2 كيلوغرام من الطماطم والبصل. يسمى الخضار أو بائع الخضروات والفواكه. تذكرت، وسأشتري الفول والعدس من عند ماذا يسمى؟ البقال. البقال. أوكي، ألا تقولين شكرا؟ شكرا؟ لا، هذا واجبك.